كنت من الدري عدو وليد الحميدي عنده 18 عام ضاع ليا مسكين ما كيبغيش يهزني الطاكسيات كانت واحد ميريز قلت ابو الوافي عندي جبنيات وليد واحد اللي كنتمنى الله سبحانه وتعالى كنمشي للطاكسيات ما كيبغيش يهزوني كيبقى الدنيا مطوش في الشانطي كندي فيه الحريق كيقول لي برا كيصيفطوا ليا ما كيعطونيش وقت كتلوح من الطبيبه لها الطبيبه ما كيعطونيش وقت كندي الدري مريض الله اللي مطالع بيا وعندي جبنيات وعاونوني الناس ما في حاليش ما عنديش ما في حاليش وعاونوني سيدي ربي اللي عاوني عاوني حباب الله كركب في الطاكسيات اللي يعطيني 100 درهم اللي يعطيني 4000 ريال تعاونوني الناس وكنتمنى ولدي رجاوي وكان غيشجع الراجا اليوم وقال بابا فيه الموت وقال بابا تلبسني ومشي نشجع الراجا بحال هكا ولدي رجاوي عندي تصاوره وعندي كل شيء وباقي الان انا غنشجع في بلاصه ولدي الراجا وكنطلب من سيدنا الله ينصرو هذا الشيء اللي كنطلبوا من الناس ومن المديرين تاع الراجا ومن المشجعين المسؤولين كنطلب منهم الله يرحم وليدي برحمه الله هذا الشيء اللي كنطلب عند الله سبحانه وتعالى خوت الاخوان كنطلبكم باش تدعوا مع خويا وليد اللي هو ولد عمتي وخسرتو العائله وخسروا صحابو الناس صحابو ديال يعني كان واحد الدري ظريف بزاف ومربي عزيز على كل شيء كاع الدراري ولاد دربهم تعاونوا معاه وقفوا معاه دابا الناس بقى مازال حتى الان بقى مازال كتبكي كتعاني الناس من جهته الحمد لله بغى الله دا الله غير هي واحد القضيه انه حاليا حنا ما عمرنا مشينا للسبيطار ولا يعني قبل ملي مشينا مع خويا وليد مشينا للسبيطار شفنا الحالات تما شفنا الناس كيفاش كتعاني شفنا شحال من حاجه يعني المغرب بلادنا ولكن الناس مخسره يعني الطب ما كاينش انا مشيت شحال من مره كنجيب لي واحد الدواء باش كيكالميه كيتخاد من بالبون ديال العماله مشيت واحد النهار بالجمعه كنعقل هو مسكين كانت متسالى ليه يومين قبل يعني الاربع مني مشيت تمايا دخلت عندهم الربعين قلت لهم بغيت الدواء وهادي قالوا لي سير حتى نهار اثنين والدري ما يقدرش ينعس لما شربش هذاك الدواء يعني ما كياكل ما والو هذاك الدواء هو اللي كينعسو يعني غير يخفف عليه غير واحد شويه الحمد لله على كل حال الحمد لله قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.